النهارده كتير في الشارع انها ناولت سكينه، انها كبت ميه مغليه ما حصلش على وش والدتها. الاقاويل دي كلها احنا سمعناها. لا ما حصلش. هي ما حصلش. قالت لحضرتك ايه؟ لا ما حصلش طبعا. انا سالتها على فكره ما مسكتيش، قالت لي ازاي يعني ده تمثيل بالجثه يا جماعه. ما حصلش طبعا الكلام ده، ما حصلش خالص، ولا مسكت سكينه ولا ميه مغليه ولا الكلام ده، ولا ما فيش الكلام ده خالص، مش مظبوط. طيب هي روايتها صادقه في الموضوع ده، وانا شايفه الصدق من عينيا، وانا بقدر اشوف اللي قدامي يعني بيقول الحقيقه ولا لا، ومش مجال ان هي تكذب. حديث مرهان او يمكن دخلت البيت فوجدت البنت مع الولد صديقها فحدثت الجريمه، هل هي دي الحقيقه ولا في حقيقه؟ لا لا الروايه مش كده خالص. انا قلت الروايه مش عايزه بس اعيدها واكررها، لكن هي ده ما حصلش، ده ما حصلش. هي البنت كانت في درس لغايه الساعه 8، وبعد كده جت وحسين كلمها قال لها انا جاي دلوقتي، وراح دخل وحصل اللي حصل، لكن ما حصلش الكلام ده وانا حكيت الروايه. القصه العاطفيه في الموضوع ما بين حسين وما بين الخطيب المفروض اللي هو موجود، اللي كان بينها وبينه تربطهم علاقه حب، كانت بتنزل له ستوريهات، كان بينهم حب، كانوا بيخرجوا، كانوا بيروحوا، كانوا بييجوا، كان في واحد موجود المفروض ان هي مخطوبه له عن حب وعايشه معاه، القصه دي ايه؟ لا هي القصه ما فيهاش ولا حب ولا حاجه. انا قلت برضو سبق وقلت مش عايزه اعيد الكلام، ان هي فعلا كانت اتخطبت عشان ترضي اهلها. هي صغيره جدا، بلاش يعني بلاش يا جماعه نسرع في الجواز. الجواز هيجي هيجي، مش البنت لسه يعني 19 وماشيه في 20 ولا مكمل 20، ما ينفعش نروح على طول نجوزها ومستعجلين قوي ان هي تفتح بيت. هي لسه طفله بتاخد شوكولاته من فعلا من مامتها، والروايه دي لقيت يعني محل يعني انتقاد حلويات ايه ومش حلويات ايه اللي بتجيب لها. هي كانت بتجيب لها فعلا حلويات كل يوم، بتعملها كبيبي صغير، فهي فعلا صغيره، البنت صغيره جدا على الكلام ده. وقالوا لي طب ازاي صغيره وقعت في غلطه او ازاي عرفت ولد؟ ما هم كلهم هم عيال في بعض، وللاسف الاهالي اللي بيدفعوا الثمن. حضرتك شايفه برضه ان يعني تمام